الابتزاز السياسي. وأضاف المحللون أن الحل السياسي يكمن في دستور جديد يفصل بين الدين والسياسة والقبول بمبدأ التعددية السياسية والاعتراف بضمانة القوات المسلحة في حماية العملية السياسية وعدم إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقنينها ومحاسبة المتورطين منهم في أي أعمال جنائية. موجز الأخبار من النيل، أهلا بكم. دعا مجلس الدفاع الوطني المعتصمين في رمع العدوية والنهضة إلى نبذ العنف والعودة إلى الصف الوطني والالتحاق بخارطة المستقبل. وشدد المجلس خلال اجتماع ترأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور، شدد على أنه لا مهادنة مع الخارجين على القانون أو الداعين للصدام مع الدولة. كما أكد المجلس دعمه للحكومة للقيام بمسؤوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين أو ابتزاز الدولة أو رهن المجتمع. من جانبها ناشدت الحكومة كافة التيارات السياسية الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين لما ترتب على ذلك من مخالفات صريحة للقانون. جاء ذلك في أعقاب قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمسيرة قطعت طريق صلاح سالم صباح اليوم وأدت إلى شلل مروري به قبل أن يعاد فتحه، كما اتجهت مسيرات لأنصار مرسي من رمسيس ولوكسي إلى اعتصام رابعة، وذلك في إطار دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مظاهرات في جميع ميادين القاهرة ومحافظات مصر تحت شعار مليونية ليلة القدر. أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أن الفرصة متاحة لحل الأزمة في البلاد سلميا شريطة الالتزام بخارطة الطريق التي أعلن عنها في أعقاب ثورة 30 يونيو. وشدد الفريق السيسي خلال لقائه بعض ممثلي التيارات الإسلامية أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما من يقومان بإدارة شؤون البلاد، وأن القوات المسلحة تقدر جميع الجهود المبذولة من أجل فض الاعتصامات بالطرق السلمية. وأوضح المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة نبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآت العامة أو التأثير على مصالح المواطنين. التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز رئيس الوزراء الدكتور حازم البلاوي والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث تم تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية الراهنة على الساحة المصرية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي والتأكيد على ضرورة نبذ العنف وتهيئة الأجواء لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بمشاركة كافة الأطياف والقوى السياسية الفاعلة في ضوء خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية. كان بيرنز قد أجرى محادثات مع كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور محمد البربعي نائب رئيس الجمهورية ونبيل فهمي وزير الخارجية، بالإضافة إلى وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية. أعلن عمر كوناري رئيس مالي السابق رئيس وفد اللجنة الإفريقية التي تزور مصر حاليا أنه سيرفع تقريرا لمفوضية الاتحاد الإفريقي يتضمن كافة المعلومات التي جمعها خلال الزيارة والتي ستؤثر على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأوضاع في مصر. وقال كوناري خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية إن الوفد الإفريقي التقى بكل الأطراف التي أراد الاجتماع بها في مصر بحرية مطلقة، موضحا أن الجهتين الوحيدتين اللتين لم يتمكن الوفد من لقائهما هما الأزهر الشريف والكنيسة القبطية لأن قيادتهما لم تكون بالقاهرة خلال فترة الزيارة. كما أوضح كوناري أن القرار الذي تبناه الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي لم يكن ضد مصر بالتحديد ولم يستهدف مصر، ولكنه قرار تم تبنيه عام 2000 وتم تطبيقه بشكل أوتوماتيكي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج لمراجعات يتواكب مع مختلف التطورات التي تشهدها مصر.
فجر مجهولون ضريحين في شمال سيناء باستخدام عبوات ناسفة. وأكدت مصادر أمنية أن التفجيرين استهدفا مقامي الشيخ سليم في بئر العبد والشيخ حميد بمنطقة المغارة بوسط سيناء. إلى ذلك أصيب جندي بطلق ناري بعدما أطلق مسلحون النار على نادي ضباط الشرطة بالعريش. في غضون ذلك أفاد مراسل النيل في شمال سيناء بإصابة جندي آخر في هجوم مسلح على قسم شرطة ثاني العريش. واستخدام المسلحون جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وقذائف الار بي جي في الهجوم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء. مرة تانية بنرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. كثير جدا من الأسئلة والاستفسارات في الشارع المصري حول ما يدور الآن. الاعتصامات ما زالت موجودة في ربع العدوية والنهضة، وأيضا الاعتراضات للمواطنين في العديد من المناطق، منها قطع الطرق، منها الكثير من المشاحنات بين مؤيدي المعزول والشعب المصري بأكمله في العديد من المناطق المختلفة. الأسئلة كثيرة، إلى متى تنتهي هذه الأزمة؟ إلى متى يستمر هذا السيناريو المفزع بالنسبة للكثير من المصريين؟ أسئلة كثيرة مطروحة مع حضراتكم في هذا الحوار، بنسعد فيه أن يكون معنا فيه الأستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي الكبير. أنا برحب بسيادة الفندم، أهلا وسهلا. ومعنا كمان الأستاذ علي حسام الدين مدير البرامج بمركز ابن خلدون، برحب بسيادتك، أهلا وسهلا. كذا معك أستاذ سليمان، يعني قد يقول قائل أن حتى وإن كان هناك أفق ولو ضئيل جدا للمصالحة، ما هي الأطراف التي يمكن التصالح معها؟ في تأكيدات رسمية وتأكيدات من ربما كثير من يمثلون الشعب المصري بأنه لا مصالحة إلا بعد المحاسبة. هل تبقى قيادات إخوانية سواء فيما يتعلق بسقف مطالبها أو عدم تورطها في دماء أو في تحريضات على القتل، ممكن التحاور معها وصولا إلى أفق سياسي يتم الاستعاضة به عن أي عنف يخشى منه يمكن أن يشوب فض اعتصامات ميدان ربع العدوية وميدان النهضة؟ والله حضرتك شوفي، يعني يوم 4 يوليو كان دعوات التصالح والتسامح إذا جاز التعبير والحوار كانت بتلقى صدى معقول لدى الجماهير المصرية أو لدى الشعب المصري، لأنهم ما كانش حد لسه أيامها اللي هو تاني يوم على طول القرارات اللي أعلنها أو بيان الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، ما كانش حد لسه من قيادة الإخوان ولا من الناس المنتسبين إليهم تورط في عنف أو حرض على عنف سواء في رابعة أو في ميدان النهضة أو في أماكن أخرى على امتداد الجمهورية. لكن في الفترة بقى الممتدة من يوم 3 يوليو أو 4 يوليو لغاية دلوقتي أغلبهم زي ما قلت أصبح إما أنه متورط في عنف أو في ممارسة عنف أو متورط في تحريض على عنف أو متورط في قطع طرق، متورط في محاصرة منشآت حيوية زي ما حصل مع مدينة الإنتاج الإعلامي من يومين. يعني كل هذه الأشياء لابد أن اللي عملوها واللي كانوا واقفين وراها والأمن قطعا يعلم من هؤلاء الذين وقفوا وراء هذه الأشياء المخالفة للقانون لازم يبقى موضع محاسبة قانونية شفافة ومعلنة قدام الناس. هل طبعا أنه يعني من الذي تبقى من قيادات الإخوان عشان ممكن يبقى طرف في عملية التصالح المطروحة الآن؟ يعني اغلبهم دلوقتي اما انه مسجون او انه مطلوب ضبطه واحضاره، والنهارده لسه احنا عارفين انه تحدد يوم 25 اغسطس لبدء محاكمه بديع والشاطر وعدد من قيادات الاخوان. هؤلاء سوف يحاكموا وهيلقوا جزائهم اللي يقول به القانون مش اللي احنا نقول به، القانون هو الذي سوف يحاسب هؤلاء. لكن يعني انا لو حتى قعدت ادور في دماغي عن اسماء اخوانيه ممكن تبقى طرف من اطراف في عمليه التصالح المطروحه دلوقتي لا اكاد اجد احد. هشام عطيل ومحمد علي بشر هم اللي متفاعلين المشهد، الاسمين دول اللي جم في ذهني، لكن انا استبعد هشام قنديل ويبقى فقط محمد علي بشر اللي كان محافظ وكان وزير. حتى رافضين مبادره الدكتور محمد العوة، يعني رغم ان هي فيها كثير من المكاسب والصلاحيات ليهم الا انهم يرفضون هذه المبادره ويستمر التشبث بالعوده للسلطه
من جديد. العهد السلطة دي ده وهم، ده وهم عايشين فيه الاخوان. سلطة دي اللي يعني 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 المصريين ما شبهوش عجز وفشل على مدى سنة كاملة، عايزين نجرب سنة تانية من العجز والفشل والخيبة الاخوانية. رئيس الشرع والشرع ده كمان كلمة يعني هم اللي هو نفسه لما خرج رئيس المعزول قبل ما يعزل ب 24 ساعة وقعد يردد الكلمة الشرعية إلى حد الهوس والجنون 74 مرة في وكان وكان يعني حتى اللي حللوه نفسيا واللي حلل له خطاب يعني قال لك ده راجل كان يعني بيتكلم أو بيتصرف وبيتكلم عن شيء ينقصه، هو حاسس انه الشرعيه تنقصه، انه الشرعيه مش مجرد انك انت جيت بالصندوق والناس انتخبوك، انه الشرعيه انك انت وفيت بوعودك عندما كنت حاكما ولا ما وفيتش. الشرعيه في معناها السياسي حتى انك انت يبقى هناك الحد الادنى من الرضا لدى الناس عنك، تمام المحكومين يبقوا راضين عنك كحاكم. حد يقدر يقول ان يوم 29 يونيو قبل 30 ب 24 ساعه كان هناك قد ايه كان حاله الغضب والسخط مش على مرسي انما على الاخوان كلهم لانهم تعاملوا مع هذه الدوله المصريه كانها غنيمه غنيمه اخوانيه خالصه لهم وحدهم، اللي مش اخواني يبقى مش في مصر اكيد. وده كلام طبعا وانا دائما اكرر كلمه يعني او مسمى للكاتب الكبير جمال الوطاني اطلقوا على السنه اللي عاد الاخوان في الحكم ان ده كان احتلال اخواني مش حكم اخواني. يعني هيجي التاريخ بعد كده يقول انه من 30 يونيو الناس الفندق هي اللي بتقول هذا الكلام حتى يقول لك احنا اتحررنا من الاحتلال. من 30 يونيو 2012 الى 30 يونيو 2013 كانت مصر محتله بجماعه اسمها جماعه الاخوان مش محكومه. ان الحكم لازم يبقى له بعد وطني له يبقى شايف البلد قدامه كلها صح. مش شايف فقط جماعه الاخوان. اجابه فكره القوميه او الدوله وان جماعه الدوله المسلمين خلال هذا العام. وقت ما انت حضرتك فاكر انه مره المرشد العام السابق عاكف لما سئل عن عن مصر عن بلاء مش عن بديع بقى اللي هو المرشد الحالي قال له فقال لك هو ده مش فاضلكم ده بيحكم 84 دوله يعني هو بيتكلم عن انه بديع ده بيحكم 84 دوله بالخلافه الاسلاميه اعضاء التنظيم الدولي للاخوان المسلمين مصر دي مجرد حاجه كده يعني وقال كلمه كده ما ينفعش تتقال على الهواء لان السعوديه برضه مجرد ولايه في الخلافه الاسلاميه والكويت خلافه يعني ده باين لك انه هؤلاء الاخوان يعني لم يكن ابدا يصلحوا للحكم. انا مره قلت انه محمد مرسي ده رجل يعني خطيب جامع دل طريقه الى قصر الرئاسه. ده رجل كان يعني اقصى ما يمكن ان يصلح له محمد مرسي انه يبقى خطيب او مكون شعائر في طيب اسمح لي اتوقف يعني مع سيادتك وانتقل الى الاستاذ علي حسام الدين مدير البرامج في مركز ابن خلدون. عندكم احصائيه بتقول 82 قتيل و44 حاله تعذيب ادت الكثير منها الى القتل في مركز ابن خلدون. قول لي اخر الدراسات اللي انتم اشتغلتوا عليها فيما يتعلق باحداث رابعه والنهضه. المركز اطلق اخر دراسه ليه عن حالات التعذيب وكنا من فتره بنشتغل على الضحايا اللي سقطوا في عهد مرسي، ولكن تميز اخر دراسه اطلقها المركز ان هي بدات ترصد الاحداث من 28 يونيو يعني قبل موعد ثوره 30 بيومين، لان كان ده موعد مليونيه من القوى الثوريه وكان في نفس الوقت موعد المليونيه حشد لانصار المعزول. بدأت من هذا التاريخ تصاعد وتيرة أحداث العنف والتعذيب والقتل في مختلف المحافظات المصرية بشكل غير مسبوق منذ أحداث ثورة 25 يناير. والواضح من الإحصاءات والأرقام وموثق في التقرير الاعترافات للضحايا وأماكن التعذيب وطرقها و 22 حالة من اللي تم ممارسة التعذيب منهم تقريبا نصف العدد أدى إلى وفاتهم إجراء التعذيب. وده اللي اعترفت به هيومن رايتس ووتش النهارده او منذ يومين بان هي قدرت ان هي كمان تستوثق بطرقها ومن خلال العاملين معها او من خلال العاملين لديها داخل مصر من هذه الحالات. ومعنى ذلك ان الموقف الدولي اتى الى تغيير
بخصوص أحداث الثورة المصرية التي كان يسعى الإخوان إلى تصويرها إلى أنها انقلاب عسكري حتى الآن. ولديهم مصادر واحدة في الإعلام هي منصة رابعة، وأبواقهم الإعلامية ما بتنقلش إلى هذا الصوت، وبذلك بيكرسوا إلى دعاوى العنف وعدم المصالحة اللي احنا بنقول ان هي زي ما بتفق طبعا كلام استاذ سليمان بشكل كامل، ان كان بعد احداث بعد 3 او 4 يوليو كان في دعاوى الى ذلك، وان احنا الامر مش ضد فصيل وطني زي ما قلنا مش هنقدر. طيب استاذ علي بس عشان الارقام والناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم ازاي، انتوا بتشتغلوا ازاي؟ يعني بتتحققوا من الارقام اللي انتوا بترصدوها في التقارير بتاعتكم، ايه الاليه اللي بتشتغلوا من خلالها؟ العديد من النشطاء والمراكز والحملات والمبادرات بتتعاون معانا بشكل تام، والاهالي يعني اهالي المناطق دي، واضافه لذلك ما يصل الينا من المواطنين انفسهم. يعني لسه امبارح حاله حتى لم يتضمنها التقرير، وكنا لسه نعمل ابديت التقرير طبعا دايما معانا لان في حالات بتتكشف طول الوقت. حاله من شاب في طنطا اسمه محمد فتحي، قبل جمعه التفويض يوم الخميس تم كان بيشاهد مسيرة الإخوان في مدينة طنطا، تم الإمساك به ووضعوا على الأرض وقالوا بسم الله الله أكبر حلال، وبدأوا يشرعوا في ذبحهم من الخلف. عنده إصابات بتقارير طبية موثقة وعامل محاضر، ده بيدل إلى أن الطريق إلى المصالحة المزعومة بيتم تصعيبه بشكل كبير جدا. فالمركز بيقول بتوثيق هذه الحالات من خلال هو افتكر كمان غير التوثيق استاذ علي في بعض من تعرضوا لاعمال تعذيب لكن لم تؤدي الى قتلهم مقدمين بلاغات، يعني في اثنين عامل او اثنين عاملين قدمت بلاغات، قدمت لمنظمات حقوقيه سواء لينا او لمنظمات اخرى، واحنا طبعا بيبقى في بيننا طريقه تواصل لاعداد التقرير ده، تكتفت فيه عديد من الجهات من اجل توثيقه. في حالات ظهرت عند مركز حقوقي بنحاول نجتمع وندرس الحاله بحيث ندرجها ضمن التقرير، بحيث ان احنا نوصل الى الراي العام تقرير موثق حقيقي بيعالج. الحقيقه كمان كان عندي سؤال عايز ارجع لحضرتك بس خليه الوقت لاحق بعد ما اسال استاذ سليمان عن انتهاكات حقوق الانسان، يعني مناظير مختلفه ليها. استاذ سليمان يعني في فرق شاسع في المرجعيات، بمعنى ان الاخوان مرجعيتهم قبل 30 يونيو، الدوله والقوات المسلحه مرجعيتها البناء على ما تحقق او ما مثلته ثوره 30 يونيو، وفروق حتى في التوصيفات اللي بتكون على قدر كتير من المبالغه انقلابيين وارهابيين في المقابل وما الى ذلك، وحتى اذا تنازل الاخوان بعض التنازل من خلال مثلا شروف صفحتها الاولى كانت باربع مطالب: عفو عن رئيس المعزول، افراج عن القيادات الاخوانيه، عدم مصادره الاملاك والعوده والاموال والعوده مره اخرى الى ممارسه الحياه السياسيه. يعني حتى هذه الاربع مطالب كتير من المتابعين بيروا ان هي ربما لن تكون ايضا في المتناول، لان اسماء الكثير من القيادات الاخوانيه وعلى راسها رئيس المعزول محمد مرسي هي يعني على ذمه او اسمائها مرتبطه بقضايا ينظرها القضاء. راي حضرتك؟ والله انا شايف كل المطالب اللي بيطرحها جماعه الاخوان مطالب تعجيزيه ومطالب مستحيله ولا يمكن الاستجابه لها في اي وقت من الاوقات. وانه البديل الوحيد المتاح امامهم هو ان ينضموا الى خريطه الطريق المعلنه يوم 3 يوليو على لسان الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. بخلاف ذلك ما اظنش انه في هناك بديل اخر امام جماعه الاخوان. طبعا ان هم هيبقوا مدعوين انه ينضموا ويبقوا جزء من هذه الخريطه اللي هي بتبدا بدستوره وتمر بانتخابات برلمانيه وتنتهي بانتخابات رئاسيه. الذين لم يتورطوا في عنف زي ما كنا بنقول دلوقتي، او لم يحرضوا على عنف سواء في رابعه او في النهضه او في اي مكان على امتداد الجمهوريه الدوله المصريه كلها. وانا لم شاف حد منهم حتى الان ينتظر عليه الحكايه دي الا يمكن الدكتور محمد علي بشر اللي هو كان محافظ المنوفيه ووزير التنميه المحليه، وهم اللي بيصدروا دلوقتي عشان يتكلم مع اي حد اجنبي جاي مصر هو هشام قنديل. واظن ان هشام قنديل عليه ان يعني افضل ما يمكن ان يفعله هشام قنديل الان ان يسكت، لانه طوال سنه كان فيها رئيس الحكومه لم يكن يتكلم. في الوقت اللي كان المفروض يتكلم فيه كان ساكت، عندما كان يتكلم كان يتكلم بالكوارث، كان يتكلم ويعمل مشاكل وكوارث. هو كان ليه مبادره مقدمه ايضا، المبادره حتى مبادره كاذبه، لانه يخرج يقول لك انه في المبادره بتاعته طالب عدم تجميد اموال الاخوان. لا، احنا عايزين نعرف الاموال دي جايه منين، لانه هناك حديث عن اموال طائله
جمعها الإخوان مش فقط خزارة العامة للدولة كمان مش يعني مش بس من الخارج مش فقط قبل ما يبقوا في الحكم وهم في الحكم كمان تمام هناك تفاسد كبيرة إهمار مال عام في الشورى في قضايا فساد كبير لا هو في فساد تخطى فساد رجال مبارك خلال 30 سنة خلال سنة واحدة السنة التي قضاها لا هو فيها يعني تصور إن كان ابن الدكتور مرسي طلع له جواز سفر مكتوب فيه الوظيفة هناك لرئيس الجمهورية يعني وظيفة أول مرة اسمع عنها في العالم إن يبقى وظيفة الواحد من ابن الرئيس لو هو ابن الرئيس فانتم يعني حجم ابن الرئيس مرسي فأكيد هيبقى الموضوع كبير الناس اللي كانوا بيتكلموا باسم الإسلام والإخوان المسلمين لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالدين ولا بالضمير ولا حاجة أبدا فإنك تتكلم الوقت لازم يبقى في هناك الأموال اللي بيتكلم عنها دكتور هشام هنديل ديت لابد نعرف جابوها إزاي خلال السنة اللي حكم فيها مرسي لماتين هو بيتكلم هشام هنديل لما جه يتكلم يقول لك انه الدكتور مرسي كان مستعد يعمل انتخابات رئاسيه مبكره احنا ما سمعناش الكلام ده الا اول مره نسمعه من هشام هنديل لانه المعروف انه مرسي لما خرج قبل عزله ب 24 ساعه ما جابش سيره الفرصه الشعب كان بيرجو مرسي ان يعمل استفتاء مشكله ردود الافعال المتاخره حتى دي مشكله ان بيكون سقف المطالب ارتفع خلاص فات اوان الاستفتاء اما انتخابات رئاسيه مبكره او استفتاء على بقاء في الحكم هو طبعا ضرب يعني تجاهل المطلبين وفضل يعني يودد كلمه الشرعيه الى حد الهوس انما طيب. الان مرسي المصريين ضد فكرة العفو عنه تماما لأنه رجل الآن ليس محتجزا كما يروج الإخوان وليس مختطفا كما يروج الإخوان وإنما هو رجل محبوس على ذمة قضايا ويجب أن يحقق معه في هذه القضايا وأن يحاكم وأن يبرئه القضاء أو يدينه هذه مسألة قضائية لا علاقة لنا بها لكن هذا رجل متهم في قضية وادي النطرون والمستشار خالد محجوب رئيس اللي هو رئيس محكمة جناح مستهلك الإسماعيلية اللي تولت هذه القضية قال صراحة من يومين في جريدة التحرير تمام أنه الإعدام ينتظر محمد مرسي في هذه القضية أو السجن المؤبد أو السجن المشدد في ثلاث عقوبات ينتظر مرسي في هذه القضية من يكون هناك ملف مسكوت عنه وملف الانتخابات الرئاسية وبطاقات المطابع الأميرية اللي هي صورة الموضوع اللي سكت عنها لأنه أحد أطرافها كان في الحكم رئيس جمهورية فما كانش حد قادر يتكلم الآن يجب أن يفتح هذا الملف وأوراقه ومعلوماته كاملة موجودة لدى الدكتور شوقي السيد تمام. لابد أن هذا الملف يفتح ويحاسب مرسي ويحاسب الإخوان على البطاقات التي سودت لصالحهم في انتخابات الرئاسة أمام الفريق أحمد شفيق ناهيك عن وثيقة سينا وما يقال عن هذا الأمر حلب وشلاتين وغيره يعني أنت كنت بتتكلم عن رجل كان في الحكم يعني يعمل طول الوقت على انه يبيع هذا البلد بالقطاعي مره زي ما سيادتك قلت بقى هم مش فاضيين لمصر لان مصر كانت حته صغيره كده من 88 مش حته ده يعني مش في دماغهم يعني طيب انا عايز اسال سيادتك الحاجه في البعض بيصور ان الاخوان المسلمين بيلعبوا من خلال مجموعه من الاكاذيب التي تروج عبر وسائل الاعلام المختلفه في سيناريو ممنهج كده من خلال بعض القنوات العربيه التي تريد تخريب هذا البلد من خلال بعض الصحف المشتركه كالجارديان وغيرها من الأفكار التي تروج للأكاذيب الإخوانية على الجانب الآخر هناك من يرى أن مصر تبدو واثقة من الخطوات التي تتم على أرض الواقع خطاب متزن رصيد من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في كل المناسبات تصريحات من كل مؤسسات الدولة تبدو واثقة من الوطنية الحقيقية تغير في الموقف الدولي في أحدث تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عندما يقول أن الجيش تدخل لاستعادة الديمقراطية كيف تزن أنت سيناريو الإخوان في التعامل خلال مجموعة من الأكاذيب وتعامل على المستوى الرسمي المصري شوفوا الاخوان بيشتغلوا الان من خلال يعني كل اللي بنشوفه اعلاميا ده وعالميا من خلال حاجه اسمها التنظيم الدولي للاخوان اللي هو اجتمع في تركيا بعد سقوط مرسي والاخوان وجن جنونه لانه طبعا سقوط الاخوان في مصر معناه سقوطهم في كل الدول العربيه وغير العربيه تمام او سقوط مشروعهم بشكل بمعنى ادق وطلع حتى اردوغان يردد بجنون انه شرعيه ومش شرعيه والانتخاب وبتاع هو طبعا كان بيتكلم عن مصلحته خايف على نفسه لانه هو يعني اللي كان في مصالح حتى مخابراتيه بين الاخوان وبين النظام التركي مركز على المصالح هو
يعني لما شاف اللي عمله الجيش المصري هذه المؤسسة العسكرية الوطنية العظيمة تمام خاف انه ده يحيي طموحات سياسية لدى الجيش التركي وهي اصلا كانت موجودة وهو طبعا ده عدد سنوات طويلة جدا يعني انقلابات بلا عدد في تركيا انما في كل الاحوال ده شغل التنظيم الدولي للاخوان وللاسف الدكتور يوسف القرضاوي متورط فيه وما كنت اتمنى ان داعيه زي يوسف القرضاوي يتورط في هذا الموضوع ورجل في هذه السن وفي هذا المقام المفترض ما كان يجب انه يخرج ويحرض المصريين بعضهم على بعض يعني وهو يتحدث في النهايه باسم الدين وباسم الاسلام وما قاله لا علاقه له مصريته تغلب عليه حتى يعني مصريته كان طبعا حتى وصلت الى حد انه ان كثيرين طالبوا باسقاط الجنسيه المصريه عن يوسف القرضاوي لانه رجل لم يحترم مصريته ولم يحترم هذا الوطن وكان طول الوقت بيتطلع او بينظر الى مصر من زاويه الاخوان وحدهم حتى اسقاطه من رابطه علماء المسلمين الرابطه العالميه علماء المسلمين يعني ابى الازهر الشريف يعني ان يمرر طبعا يعني هو الازهر يعني حتى لا يعني حتى تنتفي اي شبهه لتهميش يعني زي ما بقول لحضرتك يعني طول الوقت الاخوان يعني شغالين هم يعني سقوطهم كان مفاجأة روعتهم وروعة الجميع تمام. وبالتالي اللي بيحصل ده في الإعلام أشرت إلى صحف عالمية ده صحف مشتراة ومدفوع لها اسمح لي أرجع للأستاذ علي عشان أبقينا منتظرا طويلا أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك على هتسمحي لي الإجابة مع الأستاذ علي بعد المداخلة اللي معانا على الهاتف معانا على الهاتف الأستاذ محسن هاشم الكاتب الصحفي وعضو بحركة كفاية مساء الخير يا أستاذ محسن وحضرتك طيب قيادات حركة كفاية بتطلق تصريحات بمطالبة بقانون عزل سياسي ومحاكمات ثورية لتمكين الثورة يعني اشرح لي ايه الصورة أخي الفاضل نحن الذين خرعنا هذه الثورة بدماءنا وبحريتنا